السلام عليكم اخواتي احبتي، تحيه لكم، سلام لكم. رانا في منطقه كريتاي، راح اليوم المدرسه هذه مدرسه فالدو لونغ نسبه الى فالدو مارن. راح نلقاو خونا يانس، هذو عندهم يقروا اللغه العربيه واللغات العفو الاسبانيه والانجليزيه. راح نشوف خونا يانس، هذه مدرسه يعني يقروا فيها ابناء الجاليه هنا. خو يانس، السلام عليكم. مرحبا بك، واش راك؟ لاباس بشوية؟ لاباس. وانت اسلامتك خويا؟ واش تقول الناس يشوفوا خويا راك على المباشر؟ الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. مرحبا بك في المدرسه تاع فالدو لونغ، وهيا نديروا زياره خفيفه نشوفوا كيفاش راهي المدرسه ان شاء الله. اذا عندك دخول بالطبع الناس هذه تقروا فيها اللغات، فهمني هنا بالطبع نقروا اللغات، نقروا اللغه العربيه للاجانب. يعني عندنا برنامج خاص للاطفال صح، الكبار ثاني، الاطفال والكبار. والبرنامج هذا يعني خويا صالح تاع الاطفال والكبار والصغار. هذا البرنامج تندار على حسب الناس اللي ما عندهاش، يعني ما تكلمش اللغه العربيه كل يوم في المحيط تاعها، يعني هنا في فرنسا. خاصنا ابناء الجاريه، اولاد الجاريه. بالضبط، ابناء الجاريه والجاريه بصفه عامه، يعني حتى وكانوا كبار ولدوا هنا وترباوا هنا ما يعرفوش اللغه العربيه. البرنامج هذا خاص بهذا الناس، يعني دراسه نقريبوا اللغه العربيه من 4 سنين ل 15 سنه، هكذا فهمت؟ بالضبط، بالنسبه للاولاد وللكبار بالطبع من 18 وطلع. يعني هذا العنوان وين رانا اخي يانس؟ اذا احنا في الفالدو مارن هي يعني نوع من ولايه، ديبارتمون مقاطعه، ورانا في كريتاي، مدينه كريتاي اللي هي لا بريفكتور يعني تاع الديبارتمون تاع ال94. وبالضبط رانا في الكارتي اللي يسموه هذا الشارع يسموه لوغو بارك، يعني هو شارع جديد. وبالضبط وهذا الشارع يعني مليح. علاش مليح؟ على خاطر بعيد على الحس، وهنا يعني مكان هادئ، مكان هادئ جدا. راك تسمع زقزقة العصافير. ربيع عادي، ركز على زقزقة العصافير. يعني مكان هادئ جدا ويليق يعني بزاف للتدريس. الان كل اعمار من 4 سنوات الى 15 سنة، يوم الاربعاء والسبت والاحد. والاحد نعم، علاش؟ لانه في ايام الاسبوع الاولاد يقراو، اذا احنا نقريو بالسبت والحد اللي هي ايام فين ما يقراوش، والاربعاء في المساء ثاني لانه في المدرسه ما يقراوش. نفهم باللي تقروا اللغه العربيه وكذلك اللغات الاسبانيه والانجليزيه للكبار، هذو الناس اللي يحبوا يتعلموا اللغات. نعم، نقريو ايضا الانجليزيه للصغار، يعني الاطفال ماشي برك للكبار، حتى والاطفال نقريوهم الانجليزيه. برنامج ثاني خاص ومخصص، يعني يديروا الاستاذ كل مره مع الاولاد على شكل نشاطات يعني ترفيهيه باش يتعلموا اللغه، ويعني في مجال في محيط يعني وهما يضحكوا. يعني يعطيك الصحه خويا، يعني استقطبتوا لنا اقسام وطريقه التدريس. اذا عندنا هنا فيه يعني برنامج تاع العطله تاع الاطفال الكبار والصغار، عندنا بعض الورشات نديروها خلال كذلك. عندكم اللايك في الفيسبوك، عندنا الفيسبوك بالطبع. فالدو لونغ، شوف الناس اللي عايشين في المنطقه هذه بالطبع ممكن يتبعونا، يتبعوا يعني واش نديروا في المدرسه وبعض الاشياء يعني الترفيهيه والتعليميه. ايضا عندنا نديروا ايضا ورشات في العطله المدرسية للأولاد ثانية، عندنا نديرو ورشات وين نقريهم تجويد وين نقريهم إنجليزية. حتى وعندنا يعني رحلة نديروها لمعهد ليما لانستيتو دو موند عرب، إذا راح نديروها الأسبوع القادم يوم 9 من شهر أفريل. بالتوفيق خويا يانس. هنايا طبعا الحروف الهجاء العربية كما راكم تشوفوا، قاعة تفضل القاعة. شوف القاعة يعني مجهزة، يعني ما شاء الله، شوف سهلة مش كما في الجزائر. شوفوا طبعا وهذه القاعة يعني مخصصة للأطفال الصغار، يعني تشوف الكراسة على حسب الآخر تاعهم باش يقدروا يقراوا يعني ويركزوا صغار. ركزوا كي توابط الكراسة هابطين بزاف ما شاء الله. طبعا طريقة التدريس يعني الحروف الهجائية، شوف كما نقولوا، شوف طبق كما نقولوا بالعربية عيار. شوف ها راكم في بث مباشر، هذه شوف الحروف الهجائية. شوف يجي التلميذ يحط الحروف، مثلا يقولوا الف، شوف ها تلصق، شوف
مثلا باء طريقه جيده لي يا ريت تستثمرها في البلاد وفي الدول اللي انت وانا. شوف ها شوف يعني طريقه هذه الحروف تجيبها في سبوره بلا ما تكتب وهكذا تجي تكون جمله والى اخره. شوف ها وسوي الثاء مثلا ها شوف ها شوف طريقه جيده لي خويا انس. نعم وحتى تشوف القاعات يعني مجهزه بروجيكتور مجهزه وباش تكون يعني الدروس تعجب الاولاد صغار نستعملوا البروجيكتور سواء يعني باش نديروا لهم في دراسه القران باش يسمعوا يعني كيفيه مخارج الحروف ولا في دروس اللغه العربيه ايضا باش يعني يتعلموا وبلا ما يملوش تكون يكون الدرس يعني مسلي وما ويتعلموا فيه كثير. شكرا. هنا فيما يخص الحروف الكتابه كذلك يعني توري لهم حروف وتقول الاطفال يكتبوا نفسها. نعم يعني حتى يتعلموا يعني حتى يشفع عليها لازم الكتابه كذلك. الكتابه بهذا الشكل ونستعملوا ايضا العجين يعني لاباتا مودلي باش يعرفوا كيفاش يشكلوا كي يكونوا صغار بالطبع كي يكونوا في عمرهم 4 سنين ولا 5 سنين نستعملوا ايضا العجين باش يشكلوا الحروف وهما يلعبوا هكذاك يعني يشفوا عليهم بسهوله اكثر. اي نفضلوا القاعه ما شاء الله. هذه القاعه الاولى. كم من قاعه هنا اخي يانس؟ اذا عندنا هنا قاعتين ومن هي ثاني قاعتين. هذه الثانيه هذه. هذه الثانيه هذه مخصصه يعني للاطفال ادفانس يعني اطفال يعني من المستوى الثاني. أيه. هنا ايضا عندنا قاعه يعني مجهزه بروجيكتور طبعا بالبروجيكتور. عندنا ايضا يعني بعض الصور هنا كما راني نشوف كراسه مختلفه شويه لانه في بعض الاحيان يكون الاستاذ يعني يستعمل على حسب يعني القاعه لانه مثل هذه القاعه فيها نشاطات يعني الاطفال هم كبار هنا يعني في 14-15 سنه اذا في بعض الاحيان ياتي الاستاذ هنا لانه يقدم عرض للاطفال يعني يديروا عرض باللغه العربيه ويديروا عندما يكونوا يقدموا العرض الاستاذ يعني يبقى هنا وبالطبع نعم ترك الكرسي تاعو هنا يا يسمى الاعمال شوف يعني هنا نشر. في عندما تكون يعني نشاطات يعني اللي نستعملوا فيها اللي تكون فيها كثير تلاميذ في بعض النشاطات فقط مش يعني في الدراسه لذلك هذه القاعه يعني خاصه وكبيره وممكن يستعملوها في بعض النشاطات الاخرى بالطبع نشوفوا الباقي يستعملوا تقنيه البروجيكتور هذا كما نقولوا شوف يعني طبعا يعني حاجه طريقه جديده استعملها في التدريس في المعاهد الاوروبيه اذا القاعه الثانيه عفوا هنا هذه مغلقه اليوم لان هذه مخصصه للغات الانجليزيه للغه الانجليزيه من الاسبانيه في الجافه هذه اللغه الانجليزيه نعم ممكن نروحوا هنا المكتب هنا مكتب الاستقبال يعني استقبال سكرتيريا. نعم ومن هنا هنايا مراحيض مراحيض الناس اللي ذوي الاحتياجات الخاصه كذلك كل شيء ممكن هنا القاعة هنا قاعة الأساتذة يريحوا هنا ياكلوا ويستراحوا ويديروا حاجة هنايا فيه ثلاجة إلى آخره تاع قهوة مايكروويف إلى آخره هنا القاعة رقم 4 هنا هذه قاعة مخصصة للكبار هذه القاعتين هذه اللغات نعم للكبار هنا الأطفال ما يدرسوش بالطبع هنا قاعة يعني فيها سبورة أكبر و الكراسي ايضا اكبر اكبر لان مخصص للكبار طبعا طبعا والقاعه الاخيره اللي هي من هنا جزء من ايه بالطبع هي ايضا قاعه تفضل خويا صالح شكرا عفوا هذه ايضا هي قاعه هذه تاع القارين بالضبط هذه تاع المستوى العالي اي والله المستوى العالي اذا تشبه جامعه شوف بالتقريب يعني كما في الانجليزيه عندنا المستوى يعني الكبار عندهم مستوى عالي شويه نعم نيفو المستوى الثاني والمستوى الثالث وبالطبع يعني تحتاج الى قاعه اللي راح تكون فيها يعني محيط يشجع للعمل وبالطبع نستعملوا ايضا البروجيكتور ومختلف تقنيات يعني هناك عراقه لان توجدوها في اكيد في المنطقه هذه رغم انه كاين كلش لكن في بعض الاحيان الناس بالك ما يجوش يجو كيف الاقبال خويا يانس والله يعني في هذا السنه كان جيد جدا يعني حتى ونحن يعني حنا ما كناش نستناو يكونوا عندنا تسمعوا الناس بنا هكا بهذه الطريقه وفرحانين كثير على خاطر خاصه مع الاولاد
خدمنا بزاف وتعبنا بزاف ودرنا يعني واحد النظام اللي يخلي الاولاد ديما يتشجعوا. درنا لهم كراس صغير في هذا الكراس نقيموا فيه السلوك ونقيموا فيه العمل والاجتهاد تاعهم، وكل شهر على حسب السلوك تاع التلميذ في خلال الدرس وعلى حسب الاجتهاد نتاعو يتحصل على هدية. وهذا الشيء خلانا يعني تلاميذ يركزوا اكثر وما يكونوش الغيابات ودائما يديروا الاعمال تاعهم في المنزل، يعني خليناهم يتعلموا بسرعه ويكونوا يعني عندهم الاراده في العمل والتعليم. كيف وجدتوا يعني التعاون الاباء والامهات، يعني كي نقول الاباء والامهات يعني كيف التعامل تاعهم على الاقبال او في المبادره مساعده الاطفال في التعلم او الدراسه، يعني كيف وجدتوا الاباء والامهات؟ هي والله في حتى وهذا يعني الشيء كان لازم نديروا بعض الاجتماعات مع اولياء التلاميذ باش نشجعهم لهذا الشيء، لانه للاسف ما احنا ما عندناش هذا العقليه. ودرنا اجتماعات مع كل اولياء التلاميذ باش نشرحوا لهم بلي لازم ثاني هما يجتهدوا معانا على خطر اولادهم ماهمش راح يتعلموا وحدهم، يلزم جهد من قبل المدرسه هنا داخل المدرسه، وفي الدار لازم متابعه ثاني من قبل اولياء التلاميذ خاطرش حنا ما نقدروش نتبعوا الاولاد للدار. اذا شوية شوية خلاص يعني الأولياء فهموا هذا الشيء، ذوق هما ثاني يجتهدوا مع أولادهم في الدار، وما شاء الله عندنا يعني نتائج جيدة جدا. بالتوفيق أخي. هناك المصاريف، كيف المصاريف تتم؟ يعني واحد يحب يسجل معكم هنايا، ماذا بينا خاوتو بارطاجوا الفيديو هذا في النواحي تاع كريطاي بان الناس يتعلموا العربية يتعلموا اللغات، يعني حاجة مليحة. فيما يخص كيما نقولوا المصاريف الأجرة، كيف يعني هي دايرين سعر محدد؟ كيف دايرين؟ نعم، سعر محدد للأولاد، وهو السعر يعني على حسب دوروا للسنة، وعندهم بالطبع ساعتين تاع عربية في الأسبوع وساعة تاع تربية إسلامية وقرآن. يعني حتى التربية الإسلامية والقرآن ما درناهاش كل مرة نفس الشيء، أسبوع يقرأوا حفظ السورة، أسبوع فيه تربية إسلامية، أسبوع فيه سيرة نبوية، ودائما هكا. علاش؟ باش يعني الأولاد يتعلموا أصولهم ويتعلموا دينهم بشكل كامل، مش القرآن وحفظه فقط، في أيضا تربية إسلامية وفي أيضا سيرة نبوية. وبالطبع هذا بالثلاث سوايع بتاع التعليم هذا في الأسبوع 350 يورو للسنة. هذه فيما يخص اللغة العربية للأطفال بين 4 سنوات إلى 15 سنة. نعم. فيما يخص اللغة الإسبانية والإنجليزية، كيف الدروس هنا؟ هي بالنسبة للغة الإسبانية واللغة الإنجليزية فيه كثير من الأسعار. علاش؟ لأنه فيه تختار على حسب توقيت التدريس. تقدر تقرأ في الأسبوع من الاثنين إلى الجمعة والسعر يكون منخفض أكثر. تقدر تقرأ من في الأسبوع بصح في الليل والسعر يكون يطلع شوية. وتقدر ثاني تقرأ في السبت والأحد في نهاية الأسبوع والسعر ثاني يطلع شوية. إذن بالطبع بالنسبة ثاني للتدريس عندنا نوعين، فيه ممكن تدرس فيه 3 شهور باش تطلع من مستوى إلى مستوى آخر، وفيه أيضا نفس التدريس يعني 44 ساعة باش تطلع من مستوى ومستوين على حسب يعني العمل، 44 ساعة ممكن ديرها في 3 شهور كما ممكن ديرها في شهر ونص على حسب واش تختار. على حسب واش تختار. وبالطبع دائما السعر يختلف، ان كنت حاب تقرا في شهر ونص ولا في 3 شهور هي النتيجه تكون نفسها، بصح ان كان واحد مزروب ولا واحد اخر يعني عنده شويه الوقت هو يختار. ان كان واحد ما عندوش الوقت خدام خلال اسبوع يختار يقرا في السبت والاحد، ويعني كل خطره وفيها سعر خاص. في هذه ما يخص الانجليزيه، الاسباني نفس الشيء؟ نفس الشيء. هل لديكم يعني كما نقولوا مراكز تتعاملوا معاهم مثلا حتى يعني تكون ربما مساعدات من هذه المراكز فيما يخص اللغات؟ والله في الوقت الحالي احنا يعني بدينا نجتهدوا في هذا المجال، ان شاء الله راح تكون عندنا يعني يكون عندنا تعاقد مع المعهد الغزالي لمسجد باريس ان شاء الله، رانا نهضروا معاهم على هذا الشيء. بالطبع نحاولوا ثاني نتعاملوا مع مسجد كريتاي بشويه شويه،
يعني رانا نجتهدوا في المجال بصح مازال ما لحقناش النتيجه يعني. بالتوفيق ان شاء الله. نزيدوا نشوفوا ان شاء الله خويا ما شاء الله هني الحاله نظيفه ما شاء الله. شوف يعني قاعه هاديه كما قلت لي زقزق ركز على زقزق خربنا. شوف ما شاء الله شوف هذه في كريتاي يعني شوف منطقه هادئه جدا. ربي الله يبارك الله يبارك خويا انيس. تقدر تعطينا واحده كلمه بالقبائليه ثقبيليت هم يقراوا العربيه اذا ما تقراوش التمازيغ انا لا لا في هذا الوقت مازال يعني وخاصه انه البرامج في اللغه الامازيغيه مازالت ناقصه يعني كاين بصح ثاني باش نجد يعني الاستاذ اللي قادر يطبق هذا البرنامج يعني صعب شوي بصح نقولوا لهم انسوا في يسون اغورنا. وبالطبع عندنا ثاني يعني كثير من الزبائن ومن اولياء التلاميذ اللي هم قبائل ويجيو يقريوا ولادهم هنا في اللغه العربيه. بالتوفيق ان شاء الله. يعني هذا يعني حاجه مليحه توحد شمل الجزائريين هنا وفي نعم. طلبه نوع طلبه هنا من الجزائريين فقط ام باقي الاقليات؟ والله هي غير عدة طلبه من كل العالم يعني بالنسبه للاولاد في العربيه عندنا من الجزائر من المغرب من تونس عندنا ثاني بعض الطلبة من المالي من موريتانيا ثاني في بالنسبة للغة العربية طبعا من جميع الجاليات ربما هنايا في النواحي هذه تاع فالدومان. نعم بالضبط خاصة عندما بما انه عندنا الإنجليزية يعني عندنا ثاني ناس من بولندا من هنغاريا عندنا من يعني اشخاص من الهند من باكستان يعني فيه كل شيء يعني. بالتوفيق اخي لا نشوفوا ترى المنطقه لا. شوف سبحان الله هادئه وما شاء الله يعني نتمنى لكم كل التوفيق وماذا بينا خوتنا اللي يسكنوا في المنطقه هذه يجوا يشوفوا المدرسه وهكذا يعني سبحان الله يعني ما شاء الله يعني اربع قاعات نعم ان شاء الله وعلى ربما هذه طبعا مكتب ربما راح نزيدوا قاعات على حسب يعني التسجيلات راح نكون في السنه المقبله ان شاء الله. بالتوفيق اخي انيس. هذه مكتب الاداره طبعا نعم. شوف الاداره ما شاء الله يعني طبعا بالتوفيق اخي خويا انيس. اخر كلمه بما ان الفيديو راح يشوفه خاوتنا عبر كامل دول العالم وبالخصوص الجزائر والدول مثلا الاشقاء في تونس والمغرب ما هي رسالتك الناس يشوفوه؟ والله نقول لكم مرحبا بكم واطلبوا العلم يعني ولو في الصين واحنا فكرتي اذا هي فرصه لكي يعني اولادكم يعرفوا اصولهم ويعرفوا لغتهم خاصه في بلاد اجنبيه ويعني شيء اللي راح يقوي الهويه تاعهم. ونقول لكم يعني مرحبا بكم هنا واحنا في خدمتكم. شكرا لك. يعني فيه رقم هاتف ربما الاتصال اذا شخص او ويب سايت عندكم موقع على نعم عندنا موقع اللي هو www.valdolong.fr عندنا ثاني الفيسبوك هو نفسه فقط نزيدوا له .fr نعم وفي الموقع فيه كل معلومات فيما يخص توقيت التدريس البرامج بالطبع رقم الهاتف وكل يعني كله موجود باش تصلوا بينا وباش نجاوبوا على جميع اسئلتكم. بارك الله فيك. رانا الان على المباشر اخي يانيس رسالتك للناس اللي يشوفوك فهمت الناس اللي يشوفوك واش تقول لهم يعني اخي يانيس بما انك على المباشر دخلنا ديور الناس سواء هنا ولا في ليه واش تقول لهم؟ نقول لهم صحه رمضانكم لانه قريب يجي رمضان وكل عام وانتم بخير وان شاء الله يعني جوزة على خير وبخير ان شاء الله. ان شاء الله ربي يوفقهم خاوتنا المدرسه اللي حب يشوف يجي انا ولا يشوف الموقع هذا يشوفها والعنوان تاعها في الفيسبوك سجلوا معاهم وشجعوهم وعاونوهم وهكذا يعني كبدايه وجزاك الله خير جزاكم الله خير خاوتنا ربي يوفقكم يعني مكان هادي مكان يعني كما راكم شو جميل جدا وعندك حتى الاباء يجيبوا ابنائهم هنا عندهم موقع كما نقولوا توقف السيارات هكذا. المهم تحياتي لكم ان شاء الله نفيدهم في نستفادوا منكم دعواتكم منطقه هادئه جدا. شوف ها اللي حب يحوس فيل دو كريتاي طبعا تبع الفالدومار. المهم تحياتي لكم سلامي لكم خوتنا وربنا ربي يجعلنا ان شاء الله مفاتيح خير مغالق شر. تهلاو بعضكم الى اللقاء ان شاء الله في بث اخر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.